معفنة. أنا حوريك بقى ليلة العشوائيات بتاعت العالم الزبالة اللي هم اللي شبهنا. نمامت خير يا سي الأستاذ، فينك أنت؟ لحنن يا حاج لحنن. الله عليك، وأني بشحت منيك ولا إيه؟ أنا بشحت منك؟ مالها يا حنن دي؟ عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. تسول ده؟ ليش بجاحة؟ بجاحة؟ شوفوكوا شغلانة، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل أي حاجة. أنت ما تخبرش أنا مين؟ مين يعني بروسلي ولا إيه؟ إيه بروسك دي؟ إيه بروسك دي؟ إيه الحاج أنا بتكلم بالراحة؟ كل على وجهي. أنا يا ناس يا عم انا ما شفتكش قبل كده. غور ابي انت هتنح ليه ولا ايه؟ هتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت غور اعوذ بالله. ماشي ماشي. شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور، لا يا اسطى كده، انا هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حضرتك. في حاجه يا حاج؟ في حاجه يا حاج؟ في حاجه؟ انت في حاجه؟ في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ دكتور والله احنا ما رايح طبيعي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا. بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تاجل القضيه واجلتها لجلسه 9-9 الساعه 9. الله، هو انت بتوع الجلسه بتاعت الساعه 9؟ والله حق انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عمليه. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه. لعلمك بقى ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم مراتي انك لا. ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعه هتولع الدنيا وهبلغ الحكومه والامن الشرطه. خلصت خلاص لجنه. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعال يا بنتي. ببص ايديا اخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حقتلك. حقتلك مرتين اتجوزها ولدي عويس. عويس يا ابوي نزلنا عشان نتبان معاك. ما تعملش زيت تاني. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعملش اعبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه. نزلوه. انت شغلت خدام علينا بس اخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا؟ خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه ده حاج. حاج واحده دي مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسه. ومرتك دي ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله ادخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدم. هنجي لك احنا الاثنين بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تاني. والله ضغط النهارده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا. يا حقا.
اقعد اقعد. ربنا يخلف عليك بالخلف الصالح يا ولدي. هو الدم اللي منك منك وانت منه يا عم.